بعيدا كنت لكن حين جيت بأول وهلة منه اهتديت. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أول أسلوب تربوي في سورة يوسف قوله تعالى ألف لام را، هذا أعتبره أسلوبا للتنبيه. وأساليب التنبيه كثيرة في لغتنا العربية، قد يكون سؤالا وهذا السؤال يحتاج إلى جواب. يدخل رجل من الباب ويسأل أتدرون ما رأيت قبل قليل، هو لا يطلب منا جوابا، إنما يريد أن ينبهنا وأن ننتبه إليه. قد يدخل المدرس إلى الصف فيرى هذا على النافذة وهذا على كرسي الأستاذ، وهذا يكلم صاحبه، هذا يقرأ في هاتفه، هذا يقرأ في الكتاب، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، فإذا بالجميع ينتبهون ويجلسون في أماكنهم. ماذا نسمي هذا الأسلوب؟ نسميه أسلوبا تربويا، وهو أسلوب التنبيه. فألف لام را هو أسلوب للتنبيه، يحصر لك اهتمام الآخرين فيرهفون السمع وينظرون إليك. ألف لام را نجدها في سورة يوسف، ألف لام ميم في سورة البقرة، قاف ها يا عين صاد، هذه كلها أساليب تربوية تجذب انتباه السامع. هذا هو الأسلوب التربوي الأول في هذه السورة. أما الأسلوب التربوي الثاني في هذه السورة فهو التعظيم، في قوله تعالى تلك آيات الكتاب المبين، تلك للتعظيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أيضا هذا أسلوب تعظيم. وماذا يفيد التعظيم؟ يفيد المدح. فأنت حينما تنظر وتسمع فترى بعض الكلمات التي تشير إلى أمر ما، فهذا أيضا تعظيم. وأسلوب التعظيم موجود بكثرة في القرآن الكريم. أيها الإخوة الأحباب، هذان أسلوبان تربويان ذكرتهما في هذه الحلقة. أما الأسلوب الأول الذي ذكرته فهو أسلوب التنبيه، وأما الأسلوب الثاني فهو أسلوب التعظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.